السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب، لعل يكون عندك خير الفتره اللي جايه وعندك تفاؤل حلو جدا او سعاده حلوه جدا جدا هتفرح بيها الفتره دي يا برج العقرب، لان انت حرفيا طال انتظارك او مستني حاجات كتيره جدا تتحقق، وباذن الله هتكون كلها سعاده وهتكون كلها طاقه فرح وطاقه تغيرات ايجابيه على جميع الاوضاع بتاعتك. نشوف بقى فنجانك هيقول لك ايه من طاقه، من خير، من تحذيرات، من تبشرات، من انفراجات، من كل اللي هيظهر معانا هنتكلم فيه يا برج العقرب. بس عايزاك ان انت تكون عندك ثقة بالنفس، لان انت عندك تحضير مناسبة حلو. ونشوف مع بعض برج العقرب، يلا احضروا معايا واخربوا الفيديو كومنتات وانتظروا مني الجديد اول باول. ما تنساش نعمل لايك للفيديو لو عجبك طبعا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، صل على الحبيب يا برج العقرب. برج العقرب، برج العقرب ليه دايما بيقول فتاة العقرب؟ خلينا نتكلم بس كده مقدما بسرعة على فتاة العقرب. فتاة العقرب ليه دايما بيقولوا ان هي مكروهة من النساء؟ انا دايما بكتب عنوان الفيديو فتاة العقرب مكروهة من النساء، علشان انا دايما بالفيديو بشوف فتاة العقرب مكروهة من النساء. ده ليه؟ ده بسبب ان هي يا جماعة مش خايبة ولا معدنها مش كويس. يعني انا بشوف ناس كتيره جدا بتكتب لي في الكومنتات اللي انت بتقوليه يا ست سعاد غلط عن فتاة العقرب، فتاة العقرب خبيثه خاينه خطافه رجاله. كل الناس بتقول عن فتاة العقرب كده، رغم ان هي مش كده خالص. فتاة العقرب والله يا جماعه من كده، هي طيبه جدا وجدعه وصاحبه صاحبتهم ومش بتخون ابدا. هي ما بتحبش الخيانه، بس هي بتحب الحياه البسيطه. العاطفيه عندها بتتغلب على كل الامور، بس مش من رغم كده ان هي هتخطف الزوج من زوجته ولا هتخطف حد من حد، لا هي مش كده خالص. هي بس دايما بتدور على الامان وعلى الراحة، دايما بتدور على الجزء اللي امان في حياتها. برج العقرب دايما بيدور على الراحة وعلى السعادة. برج العقرب، فتاة العقرب دايما اتخانت ودايما اتظلمت واتطعنت، عاشت تجارب سيئة كتيرة جدا، وعشان كده لما حد بيدخل حياتها ويطبطب عليها هي غصب عنها بتحبه. ده ليه؟ بسبب ان هي اتطعنت كتير واتغدرت، مش لاقية الحنان ولا الحب، ودايما طول عمرها بتدور على جزء واحد بس يريح قلبها، او حد بس يديها يحسسها باهتمام، يحسسها بالامان. خاب ظنها في ناس كتيره جدا حواليها، دلوقتي بقيت مشاعرها بارده، بقيت كارهه حياتها ومش عايزه اي حاجه في حياتها تكمل. حست ان هي اتظلمت كتير، بدات ان هي تقرر او هي قررت تعتمد على نفسها وان هي تفكر في مستقبلها. بدأت ان هي بقت تكتفي بذاتها وما بقتش تتكل على حد، وبقيت تقول انا ولا عايزة حبيب، بس الناس تسيبني في حالي، بس الستات مش سايباك في حالك. عارفة ليه؟ عشان انت انيقة، عشان انت من جواكي قلبك طيب وروحك حلوة. انت دايما بتمشي على الارض وبتقولي يا هرض تهزم عليك قدي. ده فعلا ينطبق الكلام ده جدا على برج العقرب. برج العقرب راجل وست دايما شخصيتهم قوية، فتاة العقرب شخصيتها مفيش منها اتنين. فتاة العقرب شخصيتها مقربة من شخصية برج الكوز، شخصية جميلة انيقة جميلة حكيمة في تصرفاتها، شخصية كده بتمشي وهي دماغها مرفوعة، ما تعرفش ابدا تمشي دماغها في الارض. بس دايما حظها قليل في حياتها العاطفية نهائيا، يعني ربنا بياخد من حاجة وبيدي حاجة. شخصيتها قوية وجدعة وطموحة وصبورة وتتحمل كل حاجة، واكتر شخصية بتشيل مسؤولية، بس دايما حظها قليل. بس هي بدأت تركز على مستقبلها وما بقتش تسمح لأي حد يستغلها او يستغل طيبة قلبها ومشاعرها تاني. ما بقتش تدي فرصة، بقتش تدي مليون فرصة، بقيت هتديك فرصة واحدة بس، استغلتها خير وبركة، ما استغلتهاش هتقولك امشي من حياتي وهي مش عايزة تعرفك تاني. بتكره البرود وبتكره التجاهل وما بتحبش حد يتعامل معاها بمزاجه، بتحب ان كل حاجة تكون واضحة وتكون على الترابيزة. فتاة العقرب من الشخصيات اللي هي بتربط كل الأحداث ببعضها وبتطلع نتيجة رهيبة. يعني انت لما تكون بتتعامل مع راجل العقرب او فتاة العقرب، احذر كأنك بتتعامل مع ابليس،
مش في ابليس في الخباثه، سوري، لا، في الشخصيه بتبقى شخصيتها كده، بتبقى فاهمه، عندها لغه العيون ولغه الشفايف ولغه الحركات، بتفهم، بتفهمك من حركاتك، حتى لو بتحرك رجلك اقسم بالله بتفهمك. روحانيتك، روحانيتها عاليه جدا جدا جدا، برج العقرب روحانيته عاليه جدا، يعني احذر من ان انت بتتعامل معاه، بيركز على ادق التفاصيل اللي بتحصل وبيطلع منها نتيجه رهيبه. ليه؟ عشان عنده بيحصل صراع بين العقل والقلب، وبيصدق ان بيطلع نتيجة انت ممكن هو يتصل بيك يقول لك على كل اللي حصل من غير ما يكون معاك. صح يا برج العقرب؟ اكتب لي في الكومنتات. برج العقرب حاليا عنده مشكلة او همين واقف بينهم ومش عارف يعمل ايه، وعنده قلق وحيرة من بكرة، عنده قلق وحيرة من بكرة بسبب حاجات كتيرة جدا. طاقة السحر اللي اتعملت لك من واحدة ست خبيثة الشكل وخبيثة النفس وانسانة مش كويسة، الانسانة دي عملت لك طاقة السحر، فرقت بينك وما بين اولادك وخربت بيتك ودمرت حياتك، او معامله لك عكسات ومشاكل عاطفيه كتير في حياتك. انت برج العقرب اتسرق منك فلوس، الشريك ضحك عليك وخد فلوسك وخد مالك وطلعك من مولد بلا حمص، يعني ما ادكش اي حاجه. بس احب ابشرك ان انت عندك رزق وفير وعندك حظ جاي لك الايام اللي جايه، وعندك فرحه هتدق ليها الباب. فتاة العقرب انت دايما بتنامي ودموعك على خدك، وبسبب ان انت بتنامي ودموعك على خدك حزينه، وعندك دخلت في مرحله اكتئاب وفي مرحله حزن، وعندك الم في المفاصل، وعندك شعرك بيتساقط ووشك بدا يكون بهتان، بدات تحس ان انت اكبر من سنك رغم ان انت مش كده خالص. بس عايزه اقول لك ان الفتره اللي جايه انت دعيتي ربنا من فتره وربنا استجاب، وعايزه اقول لك ان الفرحه هتكون من نصيبك، علشان شايفالك فستان وشايفالك فرحه جديده باذن الله بفضل ربنا. العيون كتيره جدا عليك، العيون كتيره جدا، عندك كذا بومه مركزه في حياتك اكتر ما انت مركزه. برج العقرب انت عندك هنا حزن وعندك هم وشايل مسؤولية كبيرة، انت لو عرفت العوض اللي ربنا كاتبه لك صدقني مش هتزعل من اللي راح منك، بالعكس هتفرح جدا، لان العوض اللي ربنا هيجيبه لك، مش ربنا مش ناسيك زي ما انت فاكر، ربنا كاتب لك حاجة حلوة هتكون من نصيبك، ما تقلقش واطمن، ربنا هيكبر بخاطرك وهيريحك وهيسعدك وهيحقق لك كل ما انت عايز وكل اللي انت بتتمناه، عندك دعوة مستجابة بفضل ربنا. انت صبرت كتير جدا جدا يا برج العقرب، راجل العرب وفتاة العرب، صبروا صبر أيوب، صبروا لحد ما حسينا ان طاقتهم خلصت. شخصية محترمة جدا، وفتاة العرب شخصية محترمة جدا وجدعة وبنت أصول، بنت متواضعة وخفيفة جدا على قلبها، يعني تدخل على قلبك على طول بطريقة إيجابية وبطريقة حلوة جدا، عندها إيمان قوي بالله وعندها طاقة إيجابية دايما، بس السحر ملخبط حياتها، مش طماعة ولا أنانية، خلوا بالكم زي ما انتوا بتتكلموا عنها، ذكية، بتحب التواضع، جريئة وخجولة في بعض الأحيان مع العلاقات العاطفية، بتحب الحياة وبتحب ان هي تعبر عن مشاعرها، وبتحب الامور الحلوه والبساطه، ما بتحبش العند ولا العنف، بتحب الصراحه. عشان تتعامل مع برج العقرب لازم تكون بتتعامل مع شخصيه عاديه، يعني تخلي بالك وتاخد حذرك وتتعامل بصراحه وما تكذبش عليهم، عشان هم ما بيحبوش الكذب، عشان لو اكتشفوا ان انت كذاب صدقني ممكن يلحوك من حياتك نهائيا. بيسامحوا كتير بس ما بينسوش، قلبهم طيب، بيتأقلموا مع الظروف ومع الأوضاع مهما تكون، جواهم حاجة حلوة، بس دايما الحزن بيسيطر عليهم وبيتغلب على تصرفاتهم وعلى حياتهم، عندهم طاقة إيجابية بتدخل على حياتهم بتنورهم، بس دايما عندهم حزن في حياتهم شايلينه، ده سببه إيه؟ سببه القلق والحيرة. دمعتهم قريبة بس ما بيحبوش حد يشوف دمعتهم أبدا، كرامتهم فوق أي حاجة، عزة نفسهم دي طاقة إيجابية وخط أحمر محدش يقرب منهم، عندهم سند في الحياة، السند هو الله، عندكم حد متوفي وحد مسجون وحد بيستعطى حاجة، ربنا هيفك بالكرب وهيشفي المريض وهيعافي المسكين، يعني ربنا هيكرمكم وهيريح بالكم.
برج العقرب انت عندك انطلاقه حلوه، بس الحسد والسحر اللي معمول لك من الست الخبيثه دي ملخبط حياتك. الست دي مش كويسه خالص وعايزه تخرب بيتك او عايزه لك الانفصال، الله اعلم. قريب جدا انت يا برج العقرب هتكون شمعه ولعه وهتحرق اي حد يقرب منك، مش هتبقى طايق نفسك. يعني يبقى احسن حاجه ان برج العقرب محدش يجيله على ستة سكه اليومين دول. خلي بالك يا برج العقرب، اقرب الناس ليك، اقرب الناس ليك اللي هم من دمك ولحمك واكلين معاك عيش وملح بيغدروا بيك او غدروا بيك بس انا شايفه ان هم بيخططوا لك على غدر بقالهم مده. خلي بالك وكون ردة فعلك قوية جدا علشان ما تتظلمش وترجع تتفاجأ بالظلم اللي هم هيرموه عليك والتهم اللي باطلة. خد حذرك، في ناس بتكرهك وبتراقبك من بعيد وعايزين يخربوا بيتك. انت بتحلم احلام مزعجة وبتحلم بكوابيس، بتحلم بكوابيس كده، بتصحى تعيط بالليل وبتصحى تلاقي علامات غريبة في جسمك ما بتعرفش هي جاية لك منين ولا جاية لك ازاي. طيب قول لي يا برج العقرب، هسألك سؤال كده بسرعة، اللي مزعلك هو ايه؟ هو عمرك وايامك اللي راحت على اشخاص ما يستاهلوش محبتك، اللي راح منك، اللي انت زعلان عليه ان انت كنت بتتعامل بطيبتك وجدعنتك، كنت بتدي اكتر ما بتاخد، زعلان على اللي ان انت وثقت في ناس ما طلعوش قد الثقة، اتعشمت وظلموك، زعلت ان انت رديت لهم الخير والرزق والتفاؤل والطاقات الايجابية ووقفت جنبهم وكنت سند ليهم وهم ردوا لك الخذلان والطاقة السلبية والقسوة والنكران الجميل. اللي مزعلك ايه ولا ايه ولا ايه؟ زعلان على نفسك اكتر. بس عايز اقولك ان انت حواليك ناس اوسخ من كورونا في الحقد والغل والحسد ونكارين الجميل وقلالات الادب كمان وقلالات الاصول. نشوف فنجانك يا برج العقرب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برج العقرب انت عندك حرف السبعة، حرف السبعة ده فيه خير ليك. يعني عايز اقولك انت عندك سبع خطوات، عندك سبع خطوات او سبع حاجات معينين في حياتك. اهو حرف السبعة، عندك سبع حاجات معينين في حياتك. السبع حاجات دول فيهم حاجات حلوة. عايز اقولك كمان ان انت مريت بمرحلة صعبة واخترت طريق مسدود، بس ربك موجود وحد هينور لك الطريق اللي انت اخترته باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. تفاءل خير يا برج العقرب عشان انا شايفه لك امور حلوة جدا فيها خير وفيها رزق. مش عايزاك بس تركز على الامور السلبية، لا ركز على الطاقات السلبية. انا عارفة ان انت حاليا كاره حياتك وكاره ومش عارف تعمل ايه وكاره كل حاجة في حياتك، مش عايز اي حاجة، لدرجة ان انت بتقول انا مش عايز اي حاجة بس الناس تسيبني في حالي. بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في ايه؟ ليه بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل بالظبط في ايه؟ طيب بص يا برج العقرب، انت عندك واحدة ست تتمنى لك الشر، بتتمنى لك الشر. الشريك دخل في علاقة تالتة، الشريك دخل في علاقة تالتة وراح منك، راح منك. ايه اللي راح منك؟ الشريك ولا ايه بالظبط؟ طيب مين الفتيات العقرب اللي عندك الخبيثات اللؤمات اللي مش كويسين؟ حصل لك مشاكل كتير يا برج العقرب، انت اكتشفت الخيانة، اكتشفت الخيانة يا برج العقرب، والحد الآن قلبك موجوع. انت قلبك موجوع ومحسود ومعمول لك سحر مشروب وحياتك متلخبطة وحاسس بالتوتر وحاسس انه مفيش حاجة معاملة لك خير، حاسس بأمور ملخبطة حياتك. في ناس كتير جدا حط عيونها عليك، حط عيونها على رزقك، على تفاؤلك، على اي حاجة في الدنيا، رغم ان الناس حاسدك على حاجات انت مش متهني بيها. والله العظيم مقهور، مقهور انت مقهور. زوجك اتجوز عليكي ولا زوجك خانك ولا ايه بالظبط؟ انت مقهورة، قلبك موجوع من صدمة. الاسحار لخبطت حياتك من اقرب الناس ليك، الغدر والخيانة كان من لحمك ودمك يا برج العقرب.
عندك دخول محكمة وعندك قضية بالخير بإذن الله، وعندك تجمع أسري يعني اشتياق لأطفال، أو هتشوف أولادكم لو هم بعاد عنكم. مين الشخص اللي متوفي وانتوا زعلانين عليه؟ مستني حمل يا برج العقرب، مستني الذرية الصالحة. طب انت بتدعي ربنا بالستر، هل ترى الستر ايه؟ ستر الصحة ولا الشريك؟ طيب انت مستني ورق تسافر ولا مستني بشرة سارة؟ قولي انت مستني ايه؟ انت عندك طاقة ايجابية بإذن الله. خلي بالك اخوات الشريك خاينين، اخوات الشريك خاينين. طيب قولي انت اتخانقتي او انت اتخانقت مع اختك او اختك؟ مين اللي قريبين منكم انتوا اتخانقتوا معاهم ونمتوا معيطين كمان، ولما نمتوا معيطين صحيتوا حسيتوا ان جسمكم وجعكم وحسيتوا بطاقة سلبية؟ مين الاشخاص اللي عندكم مصدر كده طاقة سلبية؟ انت خدت الفترة دي يا برج العقرب ان انت مش عايز تتعامل مع حد ولا عايز تتكلم مع حد، وبقيت حابب الوحدة جدا، وبتقول انا لو اتعاملت مع حد هكون غلط. مين برج الجدي؟ مين برج الجدي يا برج العقرب؟ طيب يا هل ترى انت بتسامح في حقك ولا بتسامح في ايه؟ انت مستني قرض، مستني فلوس جيالك، عايز تعمل عملية يا برج العقرب. انت حاسس بالوحدة وحاسس بالخنقة وحاسس ان الظروف كلها زي الزفت حواليك. طيب مين الشخص اللي انت اديته حبك وحنانك وطلع ما يستاهلش؟ يا هل ترى انت كنت ما بتتعامل مع حد من برج، او بتتعامل مع حد على السوشيال ميديا وظلمك وغدر بيك وسابك، او عمل لك بلوك مرة واحدة؟ بص يا برج العقرب، عايزاك تخلي بالك وتنتبه من الناس اللي هي جيرانك، من اقرب الناس ليك. طب خلي بالك بقى يا برج العقرب، ارجع واقول لك تاني، اهل الشريك هم اللي فرقوك، اهل الشريك ظلموك، اهل الشريك ناس مش كويسه، وانت اختيارك كان غلط. انت حاسس ان حالك واقف اليومين دول، حس برج العقرب حس ان حياته واقفه ومفيش حاجه بتكمل عنده. طيب مين الشخص اللي كان مقرب منك ده اذاك اذى صعب؟ ليه فقدت الامل في حياتك؟ عشان كل اللي بيدخل في حياتك بيخونك، كل اللي بيدخل في حياتك بيخونك. مين اللي سرقك يا برج العقرب؟ حصل عندك سرقه انت؟ طيب قولي انت لما كنت شايل مسؤولية ايه اللي حصل؟ مين برج الحوت؟ مين برج الحوت عندك يا برج العقرب؟ خلي بالك السحر ده في بيتك، السحر ده في بيتك، السحر ده معمول لك من ناس مش عايزالك تكون مبسوط ابدا، ولا عايزاك تكون مرتاح. الخنقه اللي بتجيلك في صدرك دي من غير سبب، صدقني دي مشكله صحيه عالجها. بتبكي على فراق مين؟ انت بتبكي على فراق مين يا برج العقرب؟ ولا بتبكي من كتر الخيانات اللي انت عايشها؟ طيب انت في حاجة عايز تبيعها عشان تجيب حاجة تانية؟ بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مين تاني؟ مين الشخص اللي كان سند ليك وخذلك؟ مين الشخص اللي كان سند ليك وخذلك؟ انت اقرب الناس ليك برضو خانوك يا برج العقرب، ابنك، بنتك، اخوكي، اخوكي، شريك حياتك، كل حاجة فيها طاقة سلبية عندك وعندكم. لا انا شايفة لكم خير برضو، زي ما شايفة لكم شر شايفة لكم خير، شايفة لكم حاجات كتيرة حصلت من أزمة يعني ايه، انتوا بيتوا مغلوبين على امركم. بص طب اقول لك على حاجة،
مين حرف الام اللي عندك؟ مين حرف الام؟ ومين حرف العين؟ ومين الاشخاص اللي انت قطعت علاقتك بيهم؟ الحبيب خان وظالم وسرقك واكل حقك، بس ربك مش نسيك، من كل النواحي ربك شايفك وواقف جنبك. عندك امور حلوه جدا 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 باذن الله فيها تعويض. انت هتقف على ارض صلبه وهتدي كل اللي ظلمك، يعني انت هتكون شمعه منوره هتحرق اي حد يظلمك، صدقني. يعني انت اتظلمت من اقرب الناس ليك، بس صدقني مش هتسيب حقك، مش هتسيب حقك. ابنك ده شخص مش كويس، خلي بالك. عندك طاقة تفكير يا برج العقرب، عندك طاقة تفكير، داخل على حرب او داخل على حاجة مهمة. انت داخل على حرب، لاما مواجهة، لعتاب، لخناقة، لحاجة معينة انت داخل عليها او انت ناوي عليها من بدري. دايما بترفع ايدك لربنا وبتقول يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. نفسك تعرف راسك من رجليك، عايش في دوامة وعايش في حيرة مش عارف لها اخرتها ايه. عيطت دايما، دايما بتعيط يا برج العقرب، بس لوحدك وما بتحبش حد يشوف دموعك ابدا. طب قول لي انت خايف من مين؟ خايف من بكره ولا خايف من مين بالظبط؟ ايه اللي انت ايه الحاجه اللي انت خايف منها؟ يا هل ترى اخواتك اكلوا حقك وظلموك، عملوا لك طاقات سلبيه؟ كل اللي يدخل في حياتك يخونك، كل اللي يدخل في حياتك يخونك، محدش بيكمل معاك. ليه؟ عشان هم داخلين علشان خاطر مصلحة، هم مش داخلين علشان بيحبينك، لا هم بيدخلوا علشان خاطر مصلحة. ليه دايما مفيش اي حاجة بتكمل معاك يا برج العقرب؟ انت الخيانة اللي انت اكتشفتها كسرت قلبك ووجعتك. خلي بالك الشخص اللي انت بتحبه في علاقة تانية، دايما استغفر وخلي الاستغفار على لسانك. طيب ايه الشيء اللي انت بتفكر فيه نفسك يتحقق؟ ايه الحاجة اللي انت نفسك تحققها؟ طب ما انت عندك خطوة حلوة اهو، ما انت خلاص اهو دخلت على بر الامان، ما انت عندك خطوة حلوة من بعد الظلم والحسد والنفور اللي حصل، عندك فرحة حلوة وعندك ذرية صالحة بإذن الله. انت احيانا بتحس بالتعب والارهاق، الحاجة اللي تحسها اعملها. مين الشخص اللي توفى؟ امك ولا ابوك ولا اخوك ولا اختك ولا مين ولا ابنك؟ مين الشخص اللي عايش وبتعتبره ميت وبتقول ده ظلمني وخني؟ مين الشخص اللي انت مش عارف تاخد حقك منه يا برج العقرب؟ مين الشخص اللي انت مش عارف تاخد حقك منه؟ ومين اللي ظلموك واكلوا حقك؟ مين يا برج العقرب؟ مين اللي ظلموك ومين اللي خانوك ومين اللي طعنوك؟ بس قولي. بإذن الله عندك انطلاقة حلوة، بإذن الله عندك فرحة خير وعندك اشتياق، بفضل ربنا سبحان الله وتعالى عندك تجمع أسري وعندك أمور كتيرة جدا حلوة. تحياتي ليك يا برج العقرب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشجعني طبعا وتكتب لي كومنت جميل زي ما أنا إن شاء الله بإذن الله هشجعك بالخير.